وبالإضافة إلى ذلك نقطة هامة جدا بالنسبة لي اللي هي وجود المراحيض. هون مش موجودة المراحيض العامة أو الحمامات العامة، برضو مهمة جدا زي ما قلت لكم، لأنه العوائل تظل هنا لسنوات إلى أيام أحيانا ولساعات طويلة تقضيها هنا، فلذلك يجب أن يكون هناك على الأقل مراحيض للزوار في هذه المنطقة. نتمنى للجميع صراحة قضاء وقت جميل وسط صحراء دبي، وسط هذه البيئة المائية الجميلة جدا والرائعة، ونتمنى من الجميع إذا إجوا إلى هذه المنطقة أنه يحافظوا على هذه البيئة وجمالية هذه البيئة حتى